استقبل سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة لدى وصول سموه إلى البلاد اليوم في قاعدة الصخير الجوية. بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وعدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة. وقد رحب سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة بعودة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مجددا سموه التهنئة بمناسبة تحقيق الفريق الملكي للقدرة بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة بطولة العالم للقدرة المقامة في إسبانيا بمشاركة كبيرة من فرسان العالم لمسافة 120 كيلومتر. وأشاد سموه بالإنجاز الرياضي العالمي الذي حققه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة متمنيا له المزيد من النجاح والتميز لسموه وللرياضة البحرينية التي تحظى بدعم واهتمام كبير من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وقال سموه إن هذا الفوز الكبير يعكس المستوى العالي من الأداء والتنافسية في الرياضة البحرينية، وهو إنجاز يضاف إلى سجل النجاحات الرياضية التي حققها سموه ليكون بها مثالاً مميزاً للرياضيين البحرينيين الذي يسهم سموه بشكل كبير في دعمهم وتحفيزهم عبر منظومة متكاملة من المبادرات والبرامج بدعم ومساندة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة. ارتقاء بمكانة رياضة القدرة البحرينية وسمعة دولية جاءت نتاجا للدعم الملكي السامي من قبل حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لهذه الرياضة والفريق الملكي للقدرة. ونتاجا لهذا الدعم حقق العديد من المكاسب خلال الفترة الماضية وتواجد في بطولات ومحافل عالمية. سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي وبقيادته لفرسان الفريق الملكي للقدرة دائما ما يوجه لتنفيذ الخطط التي يتم وضعها في كل سباق ومشاركة بحرينية، وتهدف الخطط إلى تحقيق أفضل النتائج والتواجد على منصة التتويج وتحقيق الأهداف المرجوة ما كان قولا وفعلا بالإصرار والعزيمة. القدرة البحرينية حققت العديد من المكاسب خلال الفترة الماضية، وتواجد الفريق الملكي في بطولة العالم الحالية يأتي امتدادا للنجاحات التي سجلها الفريق الملكي للقدرة بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد في المحافل الأوروبية.
وكان آخرها الفوز بثلاثة ألقاب متتالية في الموسم الحالي انطلاقا من بطولة وينسر ومرورا بلقب بطولة مونتلسينو بإيطاليا ثم بطولة سلوفاكيا الدولية، لتؤكد رياضة القدرة البحرينية مكانتها المتميزة على الساحة الأوروبية. المحطات والبطولات التي يشارك بها الفريق الملكي للقدرة دائما ستكون دافعا كبيرا لتحقيق النتائج المرجوة، كما أنها تعطي الفرسان خبرة واسعة وتزيد من الاحتكاك والانسجام في ظل مشاركة الفريق الملكي بعناصر شابة قادرة على حمل لواء القدرة البحرينية في المستقبل.